ولا حاله اصابه. فده يديك تفاؤل كبير جدا ان شاء الله باذن الله ان الفيروس ده هينحصر وهنقدر نسيطر عليه ونعدي المرحله دي، العالم كله باذن الله مش مصر بس كمان يعني. لكن طبعا ما تقدرش تتكهن باي مصير بخصوص الدوريات الكبرى او الدوريات مختلف انحاء العالم يعني اللي تم ايقافها يعني. طيب عندنا دي طبعا كانت اخبار محليه وعالميه، عندنا فقره المميزه واللي دايما الناس بتبقى حريصه في التواصل معانا فيها، وهي فقره اسال كلام في الميديا من خلال فيديوهات البعض واسئلتهم ورسائلهم كمان للنادي الاهلي. نبتدي باول فيديو ونرد عليه، يلا. طبعا بعد فترة التوقف اللي احنا فيها دي والظروف اللي بتمر بيها ان شاء الله تعدى على خير، كنا حابين نطمن على الاهلي ونفسنا طبعا الاهلي بعد فترة التوقف الاسبوعين بتوع الدوري وبطولات افريقيا، بنتمنى ان شاء الله الاهلي يرجع ويحقق لنا الدوري مرة تانية ونحقق لقب بطولة دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة ان شاء الله يا اهلي باذن الله الرجالة، وتقدروا تعملوها وبإذن الله هتفرحونا. كان في سؤال برضو نفسي أسأله، موقف صالح جمعة مع النادي الأهلي، هل هنشوفه إن شاء الله بعد عودة الدوري وبعد عودة المباريات؟ هل ممكن نشوف صالح جمعة إن شاء الله في التشكيل أساسي أو احتياطي، ولا هيفضل مستبعد برضو كما هو الحال عليه من أول الموسم؟ بس هو ده السؤال اللي انا كنت حابب اطرحه. برضو يعني باذن الله بوجه رساله للعيبه، لعيبه الاهلي والمدير الفني كابتن فايلر، منتظرينكم ان شاء الله بعد عوده الدوري وبعد عوده النشاط الكروي باذن الله تحققوا لنا الدوري وتحققوا لنا دوري ابطال افريقيا للمره التاسعه باذن الله. رساله وسؤال من صديقنا العزيز، الراجل يعني بيتمنى وبيوجه رساله لنجوم النادي الاهلي والجهاز الفني ان هو بيطلب ان شاء الله باذن الله وواثق فيهم كمان ان هم يجيبوا بطوله دوري ابطال افريقيا السنه دي وبطوله الدوري، وان شاء الله كلنا يعني نتمنى ذلك وكلنا في ظهرهم وان شاء الله يحققوا لنا اللي احنا نفسنا فيه. فيما يتعلق بقى موقف صالح جمعه والجديد حتى الان مفيش اي جديد، مستر فايلر كان اعلن ان هو بيستبعد صالح جمعه من حساباته، فبالتالي لحد دلوقتي صالح جمعه عمره ما هيخش التشكيل الاساسي او حتى كبديل على الدكه لحد دلوقتي. الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، لكن اخر حاجه استقر عليها مستر فايلر واعلن عنها كمان ان اللاعب مش في حساباته للاسف، لان صالح جمعه لعيب مميز، لكن في نفس الوقت وجهه نظر فنيه برضو. نفس الموقف زي بتاع حسام عاشور كده، هل حد يقدر يقول لفايلر لا لاعب صالح جمعه؟ لا طبعا، هو الراجل ادرى بكل الامور الفنيه، الناس كلها بتنفذ له كل اللي هو عايزه، ده طبيعي. مش فايلر بس، اي مدير فني بيجي في تاريخ الاهلي في مختلف مجالس الادارات بيحصل معاه كده. فصالح جمعه ده دلوقتي بعيد طبعا عن الصوره خالص مع مستر فايلر. السؤال اللي بعده، رجاله وابطال النادي الاهلي، احنا كلنا وراكم في كل حته ومعاكم لحد النهايه، الاهلي في دمنا، عايزين افريقيا التاسعه باذن الله في الجزيره. عايز اسال سؤال، الصفقات الجديده ايه؟ وكابتن احمد فتحي هيجدد ولا لا؟ ابطال النادي الاهلي مستنيينكم، مستنيين الاميره الافريقيه في الجزيره التاسعه وحشتنا، ابطال العالم ان شاء الله. الصفقات الجديده طبعا اكيد المسؤولين في النادي الاهلي يعني عندهم زي عايز اقول زي لسته كده حاطين فيها اسماء مقترحه، اسماء ممكن تكون اضافه للنادي الاهلي، لكن هكون بكذب عليك لو قلت لك الاهلي حسم صفقات خلاص، لا احنا لسه بدري على الصيف، على فتره الانتقالات الصيفيه تحديدا، فهننتظر وهنشوف في الصيف الاهلي هيقدر يتعاقد مع مين. هل الاهلي هيتعاقد مع حد؟ اه طبعا هيتعاقد. هل في اسماء ممكن يكون خلاص الناس مستقرين عليها؟ ممكن يكون في اسماء المسؤولين مستقرين عليها او المدير الفني تحديدا عشان يبقى كلامي مظبوط يعني. لكن خلص مع حد؟ لا لسه الاهلي ما خلصش مع اي لاعب جديد ينضم للفريق. فيما يتعلق باحمد فتحي، احمد فتحي قلنا لحضراتكم وهنعيد موضوع وقت، وباذن الله نتمنى ان القصه تخلص على خير بتجديد تعاقد احمد فتحي لانه لعيب مهم واضافه مؤكده. انت بعض اللعيبه كده ممكن تجيبهم تقول ان شاء الله هيتالق، ان شاء الله ممكن يعني هينفعنا، هيبقى مميز، هيضيف لنا كلام من، لكن احمد فتحي انت ما هتجدد للعيب اصلا، انت عارف امكانياته، لعيب اصلا بشخصيه النادي الاهلي بروح النادي الاهلي، فانت ضامن 100% بتجديد احمد فتحي باذن الله.
موضوع وقت، وان شاء الله هيخلص على خير يعني. طبعا الراجل كمان قال رسائل للاعيبه النادي الاهلي بخصوص دوري ابطال افريقيا، والكل مجمع على ان دي اهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره هذا الموسم باذن الله تعالى. الفيديو اللي بعديه نشوفه. كرر لعيبه الاهلي على المستوى اللي اديته امام سان داونز، وان شاء الله دوري ابطال افريقيا هيبقى معانا السنه دي. وهل الاهلي اجرى صفقات الصيفيه ولا لا؟ فلتر، عامل فلتر ومظبط نفسه، حلو قوي الفيديو. عامه نفس السؤال، نفس الاجابه على السؤال اللي فات، لسه الاهلي ما ابرمش اي صفقات صيفيه يعني لحد دلوقتي. تاني ممكن يكون في استقرار على بعض الاسماء او في اقتراحات لبعض الاسماء، لكن ما تمش التعاقد بشكل رسمي طبعا يعني. الفيديو اللي بعده نشوف. يلا انا بس بسال النهارده عن موضوع التجديد للجهاز الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي لفايرل وجهازه، وكنت عندي سؤال واستفساري بخصوص ان هل هو فعلا شرط ان يكون ليه جهاز طبي عالمي جاي من بره عشان خاطر يجدد عقده ولا لا؟ لا ما شرطش. كل اللي اتقال الفتره اللي فاتت ان مستر فايلر اشترط بعض الشروط اللي لازم تتنفذ عشان يجدد عقده مع النادي الاهلي، الكلام ده يا جماعه غير حقيقي اطلاقا اطلاقا. لا قال لك انا عايز جهاز طبي عالمي، ولا شرط على النادي الاهلي، ولا الكلام من ده. الموضوع كله بيتعلق بتجديد العقد، امور تفاوضيه، جانب مادي مثلا، مده زمنيه للعقد، الكلام من ده. لكن حته ان هو قال لو ما جبتليش مثلا جهاز طبي عالمي انا مش هكمل، لو ما غيرتليش ملعب التتش انا مش موجود، الكلام من ده، لا ده ما حصلش. ده كله اجتهاد من اي زميل عزيز او اي صحفي او اي حد بيجتهد، مفيش مشكله. لكن الحقيقي والمؤكد، ودي معلومه انا بقولها لحضراتكم، ان مفيش اي شروط بخصوص الاتجاه ده فرضها مستر فايلر على المسؤولين في النادي الاهلي. السؤال الثاني كان بيتكلم في حته الجهاز الفني والتجديد، هو نفس يعتبر نفس السؤال او نفس الاجابه. التجديد ان شاء الله قريب، والناس مستقره في النادي الاهلي على تجديد مستر فايلر باذن الله، ومستقره على اهميه تواجده مع الفريق خلال السنه الجديده، لان الراجل ارقامه كلها بتتكلم عنه، ويعني مقتنعين جدا بقدراته والمستويات اللي بيقدمها مع النادي الاهلي. واكبر دليل ان النادي الاهلي موجود في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله يقدر يجيب البطوله. الاهلي ماشي بشكل ممتاز، ما خسرش ولا ماتش في 17 ماتش، 16 فوز وتعادل وحيد في بطوله الدوري، فاز ببطوله السوبر مع بدايه الموسم، فبالتالي ماشي بشكل ممتاز. وفي راجل عنده برضه نفس العقليه اللي بيتمناها المسؤولين في النادي الاهلي، فطبعا النسب كبيره جدا باذن الله للقاء المدير الفني السنه الجايه مع الفريق بالتحديد مستر ريني فايلر. في فيديوهات ثانيه يا جماعه؟ فيديو واحد نشوفه. الاهلي ان شاء الله بطولات افريقيا كلها تبقى معي، وكنت عايزه اسال هو ان شاء الله وليد ازارو هيرجع تاني الاهلي ولا ايه؟ مش دلوقتي، لسه نقدر نجاوب على السؤال ده. ده بناء على مستويات ازارو مع الاتفاق واحتياجات المدير الفني مستر فايلر. هل شايف ان ازارو هيكون مناسب ليه السنه الجايه؟ شايف ان هو مش هيكون مناسب؟ القرار ما يبقاش دلوقتي طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لكن بيبقى في قرارات مبدئيه. الناس مبسوطه ان فايلر ماشي بان ازارو ماشي بشكل كويس مع الاتفاق السعودي، ابتدى يهدف، جايب 3 4 اهداف لحد دلوقتي في عدد 6 7 مباريات، فده امر جيد ويبشر بالنسبه للاعب. فهينتظروا التقييم بيبقى مع نهايه فتره الاعاره، وبرده من خلال احتياجاتك، انت محتاج ازارو مش محتاج ازارو، محتاج حد تاني مش محتاج حد خالص، فدي امور تبقى خاصه بالمدير الفني، هو بيبقى ادرى يعني بيها، وقراراته اللي هتكون مع اخر المباريات في هذا الموسم باذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض التساؤلات من قبل جمهور النادي الاهلي على هاشتاج اسال كلام في الميديا، خليكم متواصلين معانا دايما على الهاشتاج ده، واي سؤال او اي رساله نفسكم تسالوها او تقولوها للمسؤولين في النادي الاهلي، للاعبين، للجهاز الفني، هنعرضها لحضراتكم زي ما شفتوا كده النهارده، وعلى مدار اسبوع كامل ماشيين في الفقره دي، وان شاء الله نجاوب عليها باذن الله تعالى. قرات الحلقه لسه عندنا فقره اخيره و